والآن معنا من رام الله وزير التنمية والشؤون الاجتماعية الفلسطيني السيد الدكتور أحمد المجدلاني. أهلا بك دكتور أحمد على شاشة القاهرة الإخبارية. دكتور أحمد، في البداية ما الذي تريد إسرائيل أن تقوله باستهداف المدارس والمستشفيات والمناطق التي تأوي اللاجئين والنازحين الآن؟ أي رسائل أو أي ضغوط تريد إحداثها على الفلسطينيين؟ أولا، غريزة الانتقام التي ما زالت تسيطر على القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية هي التي يعني تقود هذا القصف الجنوني والغير محدود الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين سواء في منازلهم أو في مراكز الإيواء أو على الطرقات، بما في ذلك في المراكز الإيوائية المختلفة سواء كان في الكنائس أو المساجد أو في الطرقات العامة. صار إحنا لغاية اليوم تقريبا أكثر من 40% من الوحدات السكنية في قطاع غزة أصبحت غير قابلة غير صالحة للسكن وغير قابلة للاستخدام. تقريبا 70% من سكان غزة قد تم تهجيرهم ونزوحهم من سواء كان من أماكن سكنهم أو إلى جنوب قطاع غزة. عندنا تقريبا حوالي 650 ألف من النازحين في مدارس الأونروا وحوالي 110 ألاف تقريبا في مدارس الحكومية والغير حكومية، في المساجد والكنائس وأيضا حوالي 100 ألف، وتقريبا في الأماكن المباني الحكومية وغيرها أيضا عشرات الآلاف، وأكثر من 600 ألف هم في ضيافة أصدقاء أو أقارب أو معارف في القسم الجنوبي من قطاع غزة. هناك عائلات بالكامل تعيش في سياراتها على الطرق، وهناك عائلات أيضا بالكامل تعيش في العراء، يعني لم يعد هناك أماكن في الأماكن الإيواء لاستيعاب هؤلاء السكان. الهدف الرئيس من استهداف المدنيين أولا هو رسالة للرأي العام الإسرائيلي أننا ننتقم للمدنيين الذين قتلوا، وأيضا الرسالة الثانية هي للفلسطينيين بأن رد الفعل الإسرائيلي يستهدف المواطنين لدفعهم للنزوح والترحيل القسري إلى جنوب قطاع غزة والاندفاع نحو الحدود المصرية لدخول الأراضي المصرية بغية توطينهم في سيناء. هذا هو الهدف السياسي وراء عمليات هذا القتل المتصاعد وغير يعني الذي لا يخضع لأي معايير للقانون الدولي وللقانون الدولي والإنساني، والذي ما زال يحظى إلى اللحظة الراهنة برعاية وحماية الولايات المتحدة الأمريكية وعددا من الدول الغربية. طيب للأسف الشديد الولايات المتحدة لغاية اليوم في الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الأمريكية مع وزراء خارجية الدول العربية بما فيهم الشقيقة مصر السيد سامح شكري وأيضا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كان الموقف الأمريكي ما زال يصر على تغطية العدوان والإصرار على أن وقف إطلاق النار يعني لم ينضج بعد، وهو يريد أن يعطي مساحة أكبر للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ خططه المربكة والمبهمة، والتي كان يعتقد أنه بالدخول البري إلى قطاع غزة من الممكن أن يعجل بإمكانية القضاء على البنية التحتية لحركة حماس وباقي الفصائل
وتصفية سلطة حماس، بما في ذلك فرض الحل الأحادي فيما يتصل بالتبادل الأسرى. احنا بنعتقد انه الاحتلال ما زال يعني يواجه مقاومة عنيفة. الاحتلال اعتقد ان الحرب البرية هي نزهة، وقد اكتشف انها ليست بنزهة، ايضا ان القتل الوحشي والهمجي والحرب الإبادة التي يقوم بها والتي ترقى إلى جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا لم أيضا تؤتي النتائج التي كان يرغب بالحصول عليها. لذلك اليوم عندما نسمع المؤتمر الصحفي اليومي لوزير الحرب والعدوان جالان يؤكد أن هذه الحرب سوف تستمر لأسابيع قادمة، ويؤكد على أن الأهداف لم تتحقق بعد. إحنا بتقديرنا إطالة أمد الحرب هو إطالة لأمد الحكومة الإسرائيلية ومحاولة ترميم صورتها أمام المجتمع الدولي، أمام المجتمع الإسرائيلي التي تآكلت هذه الصورة، والتي هناك الأصوات تتعالى بإسقاط هذه الحكومة ومحاسبتها على التقصير السياسي والاستخباري والعسكري. طيب دكتور أحمد، وأنت تتحدث الآن عن موضوع إطالة أمد الحرب كما تحدث أيضا جالانت اليوم في مؤتمره اليومي أو خطابه اليومي عند حديثه عن أن الحرب ستطول لأيام وربما أسابيع كما يقول، وبصفتك يعني وزيرا للتنمية والشؤون الاجتماعية الفلسطينية وترى أن الدمار في هذا القطاع يستمر بشكل يومي وبشكل عنيف، وهناك سعار في من قبل جيش الاحتلال في تدمير كل ما يستطيع من تدميره، في نفس الوقت هنالك تعليق لإرسال الضرائب للسلطة الفلسطينية، كيف ترى الواقع الخدمي في هذا القطاع وفي عموم يعني الضفة الغربية ولدى السلطة الفلسطينية، كيف يمكن الترميم في ظل هذا الدمار الكبير؟ احنا في اليوم الثالث للعدوان على شعبنا بقطاع غزة، شكلنا لجنة مشتركة لإدارة الشأن الإغاثي والإنساني ما بين وزارة التنمية الاجتماعية والهلال الأحمر الفلسطيني وأيضا وزارة الصحة الفلسطينية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن في جمهورية مصر العربية والهلال الأحمر المصري من أجل إرسال المساعدات وتسلمها من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يقوم بالتعاون معنا لتوزيع هذه المساعدات سواء كانت الطبية عبر وزارة الصحة أو الإغاثية والإنسانية عبر وزارة التنمية الاجتماعية. كما أشرت قبل قليل الاحتياج كبير جدا. اليوم كل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة هو دون مستوى الأمن الغذائي، كل المساعدات التي دخلت هي لا تشكل نقطة من بحر الاحتياجات المتزايد. نحن نتحدث عن 2,300,000 مواطن في القطاع. الأزمة الكبرى التي نواجهها هي في المراكز الإيوائية التي تواجه أزمة صحية كبيرة بسبب انقطاع الماء والكهرباء وتحولت إلى مكره صحية، وبدأت تنتشر الأوبئة والأمراض، ونحن نخشى مع الوقت أن يزداد عدد الموتى نتيجة هذه الأمراض. من الذين فروا من الموت من القنابل والصواريخ يعني ربما ستقتلهم هذه الأوبئة والأمراض. بدون شك الأشقاء في مصر والسلطات المصرية عملت كل ما من شأنه لتسريع وزيادة عدد الشحنات
والمساعدات، لكنها كما أشرت هي غير كافية لأنها تخضع للتفتيش وأيضا القرار الإسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى الأزمة الأكبر هي في المياه والكهرباء والوقود للمستشفيات. احنا كما هو معلوم ان قطاع غزة في نسبة ملوحة عالية في المياه الجوفية، وبالتالي المياه اصلا هي غير صالحة للشرب. المواطن الفرد الفلسطيني يحصل باليوم على اقل من لتر من المياه، ووجبة واحدة على الاكثر. انا اتحدث عن المراكز الإيوائية المختلفة، لدينا أمن غذائي متدني للغاية، خاصة لمستوى الأطفال بالدرجة الأساسية. نعم كما دكتور أحمد، في نقطة قليل، نعم. الموضوع الإغاثي والإنساني هو موضوع تستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي كأداة ابتزاز وضغط للحصول على صفقة لإطلاق سراح الأسرى أسراها لدى حركة حماس بدون أي مقابل، ولا وترفض لغاية اللحظة الراهنة وقف إطلاق النار كما أشرت، برعاية وحماية ومظلة أمريكية وعدد من الدول الأوروبية الأخرى تحت شعار من حق إسرائيل الدفاع عن النفس، وتنكر هذا الحق على الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال من حقه بالدفاع عن النفس. نعم دكتور أحمد، ربما نقطة الوقود تحديدا لم يستطع أنتوني بلينكين أن يحدث أي اختراق فيها. أيضا يؤف جالانت قبل قليل في هذا المؤتمر الصحفي أكد أنهم لن يسمحوا بدخول الوقود لغزة، وقبلها وزير المالية سموتريتش أيضا أكد أنهم سيحضروا دخول الوقود. تابعنا المستشفيات التي ربما أغلقت وربما خرجت عن الخدمة تماما بسبب هذه النقطة، هل ربما من حلول بديلة لهذه النقطة؟ أي مصير ينتظر الموجودين داخل هذه المنشآت الصحية في غزة؟ الطريقة الوحيدة هو زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح لإدخال الوقود إلى المستشفيات من أجل إعادة تشغيلها، لأن القطاع الصحي في قطاع غزة قد انهار بالكامل. أشرت قبل قليل إلى أن الكابينت الإسرائيلي أمس اتخذ قرارا باقتطاع كل الأموال الفلسطينية التي كانت تصرفها الحكومة الفلسطينية على قطاع غزة شهريا، وهي 140 مليون دولار تقريبا كانت تصرف على مناحي مختلفة، منها رواتب للموظفين، منها التقاعد للموظفين، ومنها قطاع الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغير ذلك من القطاعات المختلفة. طبعا هذا يعني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي سوف تقتطع أكثر من نصف، حوالي نصف الأموال الفلسطينية، ويجعلنا أمام وضع في غاية الصعوبة للوفاء بالتزاماتنا لشعبنا وأهلنا في قطاع غزة التي تتزايد الالتزامات عليه، كما هو الحال في الضفة الغربية أيضا اللي بيعاني فيها الوضع من حصار خانق ومن اعتداءات يومية واقتحامات للمدن والقرى. بدون شك القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية سوف تواصل مسؤوليتها عن شعبها وأهلها في قطاع غزة، ولن تتوقف عن توفير كل ما يستلزم من تقديم العون والإسناد والقيام بواجبها لحماية أبناء شعبها في قطاع غزة. دكتور أحمد، يعني الهلال الأحمر المصري أعلن عن دخول 90% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ما هو حجم المساعدات التي يحتاجها القطاع مرة أخرى مع استمرار استهداف الكيان الصهيوني للقطاع؟
دكتور أحمد. نعم، إذن فقد الاتصال مع الدكتور أحمد المجدلاني وزير التنمية والشؤون الاجتماعية الفلسطينية. على كل حال شكرا جزيلا لك.